الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم وراقبوه في السر والعلانية وامتثلوا جميع أوامره وأطيعوا رسولكم يهديكم ربكم إلى سواء الصراط أيها المسلمون عباد الله وحين كترنا بالكمدة بلاها إلهي سبحانه وتعالى وينيي وبالحج وحي كمتها أفر تبلوت أشهر الحرم كالليل أهضو إلهي سبحانه وتعالى ويري نفتينا الظلمين حقلين وحدن بي خلد يقفة هو دوانين حاران ويسدود عبد الله بن عباس رضي الله عنه دم بقبلها سلا سمية وكوية هاي دم بقبلها كلا السمية سيد عمل كصالح إلا السمية أبو قاتر بدن يهي عمل كصالح إلا السمية بلاها كلا وحين كترنا طبنكي مال مودة أوري بشر الحجة ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وشاقس بخاري وكوري صحيح إيسا عمل كإلهي وشعلي هاي إنو يهي عمل كمال مهل السمية وحل قد بان قف كستو مسلمة انتا كهر داي إنو قنت قديش إسكا قديقو وعماش صالحة وكرديو وشوكتيو وكود دالو وحكم إذا عمل هذا صالحة سيدا قار كارسولك عليه الصلاة والسلام ودي رقليي إلهي سبحانه وتعالى حسكي سي لبديو فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ساب داود وري الرسول كوحيري مالمها طبان كيف فضلك بدن وحد بديسان تسبيح ده سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سيقار وحا مشروع والتشده يو صحابة الرسول كوائسكو وافقين التكبير المطلق تكبيران كوحيدنين سلادها الدبادودة إغفك مسلم كايا هدو تشوغ قريقيسة إيا هدو تشوغ مهرديسة إيا هدو مرا يسوقيسة ومقالة سيودح سعده أي تهينو باديو إلهي سبحانه وتعالى ويندي سينو كمر خاتكعو ساسي سمين جران صحابة رسول كردوان الله عليهم وانا اسكوا وافقين وحكم إذا مالمهن قيمها بدن يوم عرفة ومال مالمها إلهي كم إذا آدي أدوين ومال إلهي سبحانه وتعالى أدومه سحتيي عابدي إلهي درادي هالكوتقي ملايكتي سوى أمانه ومال كاترد وقب بدن أدومه سكم إذا إلهي نارت وكحر إلهي نقدره سيدو مسلم كوريه صحيح صح مالن كاسيغار رسولك عليه الصلاه والسلام وحودي رجليه الا صومه ورسولك عليه افضل الصلاه والتسليم وحودي سيده مسلم صحيح صح كوريه صوم يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده صوم كمالك عرف الله صومه وعن إلهي سبحانه وتعالى كحساب صنع يبعنا انكرر جينيا وإلهي يبا الله انقاذي إن الدون كمسلم كإلهي درادي وصوم الله وقضافه سنت كيوريت تقيد دم بقيسية كصوص عدبا كصوص عدبا مبد دم بابين وليسي الله وقضافيا دم بيادا لقاق إلى علينا يابي لادن علماء قاركود قاركود نوحي لادن عمل كصالحيه الرئيي أي الدم بكدم بيي إلهي وكدافية وذلك فضل الله وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء وإلهي فضل قيس فضل إلهي وبلاري عد الدون إلهي سيا دم بيد واوين وحواتي بين إلهي سبحانه وتعالى لغة توبة كيرو صوم كعرفة دم بيد الغدافية والصغير سأل العلم قبضن كود وأي راهدين مالن كاسوم كيسا قفك مسلم كاي وينو كد دالو وحاو كبيغن يا هاي مالن كاسنين تا يسو صعدا هل ليس قارسيو
هلوغو براروشي الدمركة وفولي بساحي بدي هلدي سي قرابدي ساكو براروشيو فضلي قاوين سلوه له. أيها المسلمون عباد الله مالمهن طبنكا وحاود بيا اليوم العاشر مالنك الطبنات ويوم العيد الأضحى ومالنك عيد عيد الضحى عيد الأضحى ومالنا دي أدوين رسولك عليه الصلاة والسلام حشاقي إنو يهي مالنك سيما المها إلهي مالنك إلهي أكتي سوقوين. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر مالمها مالنك إلهي أكتي سوقوين ومالنك يوم النحر قال إرادو مالنك حجاجت هديقا إقليان مالنك مسلمين تكلنا وضحيادا إقليان وإلهي سبحانه وتعالى يقول دوانيان وحكوحيقا حق فضلقا مالنك كدن بيه مالي كوبية طبنات يوم القر ومالنك سوى مالن عمل يوم العيد ويوم الحج الأكبر ويا عماشة وبدن بيه حجاج تقرطان داد كان حج كتاقين يقونا عمل ليه هيانس ليراد مال ماه كلاكا ستكبيرتا مقيد كا سلادها الدبدود الله لا إيمان إياه أمال الله السمين إياه وتكبيرتا مقيد كا سلادها فرل إياه السنة الدبدود بلا ورن إياه وحي بلاب ميسا يوم عرفة مالنك عرفة إياه بلاب ميسا انتو هروا تكبيرتا وقت قارة الله هاي وحاني تكبيرتا سي سعون إياه يوم عيد الأضحى يسدح مالمودا كدن بيالا إلى هذا أيام التشريق ومالما إلهي سبحانه وتعالى عون يولا عبيو ومالما إلهي سبحانه وتعالى لحصة يولا وينينيو مالين كاسي وحو لقاري هاي إنا لسومي كرم فرلي السنتون لما سومي كرو نبيه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيدين لبدأ عيدودين لصوم رسول كواد ديني وفك صومنا صوم كيساسي قنتمي مايو صوم حرمان قن مايو وقف اسكدا يوحي حلاشا وها لكن صوم محرنا مالين كاسي يوم الحج الأكبر بالي راه دا عماش حجك أبدا أي حجاج تقبتان تدك كلام مسلمين تانا وحلوتش دايي إني تكدان صلاة العيد وليبا يكون كذا المصليات كبنا نظر للسوق إيمانيه سي شعار كذا وموقضه أستانتا ديميت ساي وموقته إن المسلمين تعبادة سلي مادان نبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد من غير آذان ولا إقامة ولا شيء ومراد من مناقيم وحكى له يرمو سميين وشلته ضدك مسلمين تا إلهي با قلوبتو دقليي مالين كوينين تسيه شعير كيس يجا عبادة سجد يارسن وقف لي بوا كايس كي ما نيجو عيدنا على سجارة وغيري صلاة عيدنا عبادات كواوين مالن كالل السمية أي كميتاي وأنا من شعائر الإسلام وحي كميتاي أستامها واوين الدين تإسلام كوايلا ضاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مرنا بكمتجين صلاة العيد حتى مركي وقت جادي أي دافتي مالين كيلو ملايين إنه يهي مالين كي رمضان والدنبي الظهر دبدي عداتي مالين كي يوم العيد إنه يهي رسولك عليه الصلاة والسلام وحفر الصحابة دين أفران إلي مالين كوا مالين عيدادي وحكروا فري مالين كاكوحيقة مالين كدن بي واختقي عيد دين مصلاح سوي مادان وما أورا رسولك عليه الصلاة والسلام والسنة واختقي دين وعدافتي اسكدعي مورا حتى دمر كأنتو كنهين الصلاة دوانا وبنانين أي رسولك عليه الصلاة والسلام أمري إن مالنك قريا لك صوصاره يشهدنا الخير ودعوة المسلمين خير كي يقول شوف النقون يامبول رسولك عليه الصلاة والسلام يدعى ذا يدعى سميان ضدك مسلمين طاح مالنك سما دام وياهي مالن إلهي سبحانه وتعالى أكتي سوين وحواتي بين لوين أيوه ولغو وينيه تكبيرتا وينينتا وينانتا الهي وحول بو كويهي لغمر خاتكعي لغو دواقيه
إن لقوه إنه عبادات كفر الكائن إلى عليا السنة أنا لقد دهله إن لقوه إنه إن لا يسكي إلى عليا معاصدة يقف كي يدن بيدا نوعيده ذكر الدوان إلهي بينه ويدي سرينا خيرية وناقنا بالقب يا عافمات إسلام نمية إيمان إنه نقو قارسي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، عبادات كواوين بشند الحجة اللي رادا كتير وحكم ذبح الأضحية تعظيما لله وتقربا إليه. إن أضحية الله قاله يدو تشدد الله قال يا إتاي إله إلا ويني سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى إلا دواده مقصود كي يتشدد ماها هيل بي شريسي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دي قادية هيل بكيدو تون إلهي قاري مايو إلهي حوكو فلمايو حنو قام باهنا إخلاصك يا الله كعبسك يا عباديسك إلهي سبحانه وتعالى قارية وإلهي أدوميه سو كدونية. عبادة قور عبادات كات كوا وين بك متاي وكإلهي لحريرية صلاة آية كتاب كيسا كميدا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فصل لربك وانحر. وحتر نبي محمد صلاة ديدا يقور عيقا بإله باله نلشي دي يقيري ديدا بإله باله إدلا وذاك تعلم أجرته سيدا صان الله يأمري إن إلهي أتكدان إلهي درادي وقورعه وحانا ناهي قفك وهو الرأي وهو قان سمي أمر كاربي سبحانه وتعالى إلهي وحوري ربك أتكو وقورع قورع وحالق فصيري ذبح الأضحية. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأضحية سنشري أمدي سنوى كأضحية انشري قال أنس فيما رواه البخاري ومسلم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وقال اللهم هذا من محمد وآل محمد. نبي عليه الصلاة والسلام حكود حي استبوري لبوان وحق موقال كقروح بضن وميدا بكود عداني مدو يسوكيرو لبوان وآدو وين وقي سيا شيء وحي كقاتل علمدو قفك وضحية دي سينو ودورتو نيف شلس إسلامر كان قروح بضن وكان صحابة رسول الله يسمنون أضاحيهم صحابة رسول كوين ناحن تيري نيف كايد دون ايان إن يكون وضحية استان وضحية دا سوى سنة مؤكدة سأهل العلم قوائب بدايهين وسنة سنة نمدي سلاعات كيهي ورسولك عليه الصلاة والسلام كمتقن واجب وحا اينا انا نقن فان ايا اركا ايا مقلاي الهي درادي لو قورعه وعباده دانا دي الهي درادي وصمين الهي كاقبل مايو بل متشيرك كود عباد نقن ايسا. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفك سمي عمل أنك يعيدك لو نقدر حيسيه إساقا إيا عمل كي سبوا كالتقابول إلهي وحبك ما سوقاضه أكتيدنا معنا كميش وحنا إيقا قميه لبول ربي وإن إلهي درادي لو قورعه محال الله وضحي يسانا ياسين الشاقنا إلهي بلقوا وينين يلقونا دوانا يلقوا عابدين سنة دي نبي الله إبراهيم بالان ولينا نبي محمد با عليه الصلاة والسلام لقو الضيانا مساكين تاهيل بكاو حلقة سينا يلقوا أنفعيا نيولي بره إركيسة أيو مالين تاسيكا فرحنا يا إن يفكر دين عنا عبادكا دين عنا هيل بكيسي اللو حلالي وحو كعونا يا يقونا يكو فرحان وحنا يكعونان وصنو وينو قفكو دحية دي سواح كمي دوعونو هبير هذا وحنا وينو صدق دي استواح كمي دانا وادي كرا
marka bisha dhulxija ay soo gasho qofkii doonay inuu dhixiyeesto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi timihiisa iyo jirhkiisa ayaan waxba ka jarin faqad rawaa muslimu fii saxiix can ummi salama ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal idaa ra'aytum hilaala dhulxija wa araada axadukum an yudaxiya falaa yaakhudh min adfaarihi wa basharatihi bisha dhulxija markay bilatay aad aragtaan midkiinna uu damacsan yahay inuu udxiyaysto yaanu waxba ka jarin jirhkiisa iyo cidiyihiisa waa makruuh bay dhahan ahlulcilmiga qaarkood qaar waaba xaaraan bay dhaahdeen laakiin sida saxda waa makruuh hadduu ka jaro qofku dembaabi maayo udxiyaysigiina arrintaasi u diidi mayso wax fidyo ay ku waajibinaysaana ma jirto ilaa qof ixraaman maahee waxaana u daliilay maa rawaahu lbukhaariyu can caaisha أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هديا إلى الكعبة فلم يحرم عليه ما كان حلالا له نبي قو هدي حول هدي يبو حجك الوقو رعابو الدرين وحمر كور حلال وهاس تما تشرس يعدي تشرس يوحي لميضة وحاران كنقضي مجر انت بوا سميني والهدي أعظم من الوضحية هدي قونا وضحية دوا كوية mar haddaanu qofka ka xaaraantimayn ahayn qofkii aan muxrimka ahayna diray inuu jirhkiisa wax ka jaro mar haddaanu ka xaaraantimayn ahayn udxiyaduna ka xaaraantimayn mayso ayuha almuslimuuna cibaad allah udxiyadu shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid a waxaa lagu udxiyaysanayaa inuu yahay bahiimatul ancaam geel loo ama adi xayawaanaadka kale xalaal baa ha noqdaane udxiyo ma galaan gowrac kastoo ilaahay loogu dhowaanayo waa saddexdaa in la qala uun wax kale oo gowriciisa ilaahay loogu dhowaadaa ma jiro saddexdaasi aan ahayn waxaa kaloo shardiya neefka lagu udxiyaysanayaa da'dii uu udxiyada ku galaayo inuu gaadhay hadduu neefku idan yahay inuu ilka dhacsaday ayuunbaa shardi u ah da'du doonaya ha ku ilka dhacsadee hadduu qofku xoolaha yaqaan ilkihiisun buu eegaya mar hadday ilkii ka dhaceen neefkaasi haba yaraado doonayo lix bilood baa jiroe udxiyada wuu gelaya haddaana taa garan ahaynna neefku hadduu idan yahay ugu yaraan sanad jir waa inuu yihi si uu jadaca u noqdo xoolaha kale geela looda iyo riyaha rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tadbaxuu ilaa musinna neef ilkuhu usoo baxeen mooyaane mid kale udxiya ahaan ha u qalina riyuhu markay laba sano u dhammaadaan weeye looduna waa la mid geelana markay shan sannood u dhammaadaan buu musinno noqdaa daahaasi ayaa udxiyada gelaya waxaa kaloo waajiba neefku inuu ka madhnaado ceebaha iyo nuqsaamaha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay uhi arbacun laa tujziu fi ladaaxi afar udxiyada ma galaan alcawraa albayinu cawaruha neefka cawarane cawarnaantiisu ay muuqato walmariidatu lbayinu maraduha neefka xanuunsanayee dushiisaba ay ka muuqata inuu buko walcarjaau lbayinu carjuha neefka dhitinaya inuu dhitinaya ay muuqato waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ta afraadna uu ku sheegay neefka weydda ah ee weydnimo ka gaadhay inaanu dhuux lahayn walcajfa alatii laa tunqii buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaa abu daawuud wakayru afartaa wixii la mid ah afartaa ceebood ama iimood ee kala mida neefkii inay weydaynayaan oo hilibkiisu inuu nuqsaamo ay sababayaan amabase inuu hilibkii xumaado tusaalan wax dhadhan xunoon loo oonsanahayn oo kale uu noqdo iyo wixii ka sii daranina waa la mid oo neefka qaba udxiyada geli maayo saa uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kalena waa looga qiyaas qaadanayaa kuwana rasuulkaas si cad u sheegay waqtiga udxiyadu waa bacda salaati lciid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kamaa fi lbukhaari wa muslim awalu maa nabda'u bihi yowmana haada an nusalliya thuma narjica fananxar faman facala haada faqad asaaba sunnatana وman dabxa qabla dalika fainama huwa laxmu qadamahu liahlih maalinkan maanta waa yowmu ciidi ladxa shaqada u horeysay aanu qabanaynaa waa inaanu salaada horta
كدي من أن الصلاة كان نقول قريه مر كانوا كنا قرنا شقده وهو الرئيس واحد نقول الساين أن وضحية دي جور عنه قف كسيدا يلا وضدي صح ذا هيد بواسيبي قف كصلاة دهور تد جور عبور النبي عليه الصلاة والسلام نيف كاسي وضحية دي عبادة ذا هيد إلهي ودوين سماء ونيف وشري ستور هيركي سوق عليهم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فمن ذبح قبل الصلاة فليعد وفليذبح مكانها أخرى صلاة عيد دهور تدفكي قلي أكو علي يبول رسولك عليه الصلاة والسلام ونفك لها قلو قورا عاود حيضو وقت قيسوا ديري هاي مالنك عيد ومالنك وفضل قبضان هو عباده ويلو ديري يلو دك دقوي لكن صدح مع الموضة كدن بي مالنك عيد أيام التشريق لرادو مالين كوبية تبنادية مالين كلبية تبنادية مالين كستحية تبنادية انتانو قبل كيسو دعين وقتيقي ودحيادة لقاليي ولي واتشوغة نافكو حوكا قودة يا هالقف يا عدة كليساقة هوستي مادة وقويسكا اما قويساسكا ون الله يا هاي ناف قودة يا كقودة يا نافكا يشنكا يقيل اما الله تدبا يا وداقي كرا تدبادو ناكوة ودحيادة سنة يا شرد ما مد ولي بني يجارة أيو الله هنكرة مركز صبع عباد صبع عبادنا نف إشينا تضام يا رضا ملك مدة هذا ده دقو نية ده دواي تامر كلا قلا يو إنه ضحية كون نقطة وضحية وكون غنية قف ولا رهك كم مدة جوني لاقة قلي مايو نف كاسم بارهك قوة فلان قف تلا ده ده إيه معمول كا كبحسن هذا دون إشينا ضحية كقشة waxay u baahan tahay inaad ogolaansho ka haysato way waa ibaado ibaado niyi u baahan tahay kama qala nabiyuna alayhi salatu wasalam inma al-a'malu bin-niyyat wa inma likulli imri'in ma nawa qof waliba wuxuu niyiistay buu leeyahay waxaanu niyiisan ma laha udhiyada qofka qalaya hilibkeeda wax kamida lama iibin karo uma bannaana in la iibiyo cid aan iibin karani waa qofkii udhiyada qalanay qofka la siiyo hilib udhiya سيكستو حلال هو استعمالي كرا إنو إيبيو إنو كرصدو يا إنو عد كلا سيسي يبا لكن قفك يوضحي هذا يساق وقالان أيي وحكم إذا ما يبين كرا قفك قال أي حتى وحكم إذا الله مسين كرا مش قايد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وحو لسا مسلم صحيح سكوري أي نبي قوحي وكي شيء إن قالوا هدي قيسي وحانو نبي عليه الصلاة والسلام يريه لا تعطي من الجزار منه شيئا لا تعطي الجزار منه شيئا نحن نعطيه من عندنا قفك قلي وحلبك كم إذا مش قايد هاو الصيني أنك مش قايد ديس الصيني نبي الرسول عليه الصلاة والسلام إلهي بنا سبحانه وتعالى ويدي سنين عملك صالحا إنه نوافت يما المهن طبنك يما المهن يا متشريقة وأن لسومي كان يقنا إيقنا مالما إلهي لحصه أيام أكل وشرب وذكر لله سوري نبيه عليه الصلاة والسلام ربنا الدمداف بين ويدي سنين نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أمتنا وأن ينصر ديننا وأن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.